نشرة التاسعة من قناة ليبيا الأحرار، وأبرز عناوينها: عبد الباسط مروان ينفي سيطرة مسلحي حفتر على الهضبة وبوسليم، والمدفعية تستهدف تمركزاتهم جنوبية طرابلس. آلاف المتظاهرين بطرابلس ومصاطة وغريان والزاوية يدعمون قوات بركان الغضب ويناددون بجرائم مسلحي حفتر. سلامة يدعو النواب والدولة لعقد حوار قبل نهاية الشهر الجاري، وموسكو تثمن ترحيب الرئاسي بوقف إطلاق النار. أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ نشرتنا بآخر التطورات الميدانية. أكد أمير محور المطار عبد السلام زوبي استهداف سرية الكورنيت التابعة للكتيبة 301 لعدد من مسلحي حفتر كانوا مختبئين داخل أحد الأبنية في محور الخلاطات. وأضاف زوبي في تصريح للأحرار الجمعة أن مدفع 32 تابع للكتيبة تعامل مع من فر من مسلحي حفتر عقب الاستهداف. هذا وافاد أمر محور إنذار يوسف لامين باستمرار قوات الوفاق في الحفاظ على كافة تمركزاتها في القبيلية والرعيدية والكحيلي بعنزارة. وعبر لامين في تصريح لليبيا الأحرار الجمعة استعدادهم لصد أي هجوم، مشيرا إلى قيام قوات حفتر بزيادة استعمال قذائف الهاون العشوائية في هجماتها الأخيرة وفق قوله. وأكد لامين استهداف طيران الوفاق تمركزات مسلح حفتر في طريق الملح بالوشكة ومزرعة أحمد هويدي بمنطقة بويرات الحسون، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات في صفوفهم بحسب تأكيده. في السياق ذاته، أكد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب الجمعة استهداف المدفعية الثقيلة لتمركزات مسلحي حفتر جنوب طرابلس. ومن جهته قال المتحدث باسم الكتيبة 166 خالد بوجازي أن الهدوء النسبي يسود محاور القتال جنوبية طرابلس مع وجود بعض المناوشات الخفيفة في عدد من المحاور. كما نفى بوجازيا في تصريح للأحرار أن مزاعم قوات حفتر بتحقيقها تقدمات في بعض المحاور، واصفا إياها بالوهمية التي لا وجود لها في الميدان. بالتزامن مع فشل حفتر وقواته على الأرض في اجتياح طرابلس التي ظن يوما أن حسم معركتها سيكون يسيرا، يواصل إعلامه تغذية عقول مناصريه بأن السيطرة على المدينة باتت قريبة. يتحدث إعلام حفتر يوما بعد آخر عن تحقيق هذه القوات تقدمات متسارعة وفي محاور مختلفة، حتى وصل به الحال إلى الحديث عن دخول عدد من أحياء المدينة. هل في معلومات عن الوضع داخل طرابلس الآن؟ هل الجيش الوطني الليبي في أي تقدم على أي جانب؟ نعم أخي كريم، نستطيع أن نقول أن حي بوسليم بالكامل وهو حي كبير جدا تم السيطرة عليه بالكامل. يقول هؤلاء إن مسلحيهم دخلوا إلى منطقة الهضبة، بل وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك، وزعم دخولهم إلى منطقة بوسليم، وهو ما وصفه الناطق باسم الكتيبة 166 خالد أبو جازية بالتقدمات الوهمية التي لا وجود لها في الميدان. بوجازي أكد في تصريحه لليبيا الأحرار أن قوات الوفاق تحافظ على جميع تمركزاتها
وهي على أهبة الاستعداد لمواجهة أي محاولة تسلل أو اختراق قد يقدمون عليها في جنوب طرابلس. عملية التغييب التي يتبعها إعلام حفتر في تضليل المؤيدين تعيد إلى الأذهان تجربة نظام العسكري في مصر عام 67، الذي سوق إعلامه آنذاك أن قواتهم باتت في عمق إسرائيل في الوقت الذي كانت فيه جثث أبنائهم متناثرة على صحراء سيناء. وفي رد على هذه الإدعاءات، ظهر آمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان في فيديو متجولا في المناطق التي زعم إعلام حفتر أن قواته قد دخلتها، ليكشف بذلك حجم التزييف الذي يمارسه هؤلاء لتقديم انتصارات معنوية لا تتجاوز مواقع التواصل الاجتماعي ليس أكثر. هذه الساعة 4 من أمام وزارة الثقافة. رجاء لمساعتك بالله. الساعة 4 بالضبط. إذن هو عجز عسكري متواصل لهذه القوات رغم ساعات الصفر غير المتناهية التي أطلقها الجنرال المنكسر. فشلت بعدها قواته في تحقيق أي اختراق في أي محاور جنوب طرابلس، مخيبة آمال المناصرين والداعمين. فلم يبقى أمامها سوى استهداف المدنيين العزل عبر الغارات الجوية تارة والقذائف العشوائية تارات أخرى، علها تشفي غليل فشلها بنصر زائف يخلف وراءه ضحايا مدنيين بين قتيل وجريح. انضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس آمر بحور عنزرة يوسف لمين، أهلا بك معنا في هذه النشرة. حديث ميليشيات حفتر أنها تقدمت واستعادت بعض المواقف كما أشاروا إلى منطقة أبو سليم وغيرها رغم النفي من قادة المحاور التابعة للوفاق، كيف هي الأوضاع الآن هناك؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبه لمحور عنزاره كمحاور عنزاره يعني هدوء حدث من قبل قواتنا وكذلك ميليشيات العدو، يعني اشتباكات خفيفه يعني ما كان شيء تقدم لا من قواتنا ولا من ميليشيات العدو، الا بعض المنطقه اللي هي القبيليه كان فيها تقدمات من قوات العدو يحبوا انهم هم يستعيدوا الاماكن اللي هي انفكت منهم المدرمات، يعني يحاولوا كم مره ممكن تو ليهم ثالث يوم وهم يديروا في محاولات بالفشل ويرجعوا يعني خايبين كما تقدموا. نعم. يعني لا توجد اي تقدمات في مناطق معروفه في محاور يعني واضحه للجميع؟ لا بالنسبة هنا عندنا تقدمات اللي خذيناها من العدو من 3 أيام حقيقة، وهذه قلنا لكم حتى في المشروع السابق اللي مقصدين عليه الأماكن يعني حرصا على قواتنا وتفادي الخطر عليهم. وبالنسبة لتقدماتهم الوهمية والفيسبوكية وهي اللي هي تقدماتهم على المسلمين ولا على الهضبة ولا كذا، هذا كله يعني كلام عن الصحة وغير موجود. واليوم شباب يدوروا في المسلم وقاعدين يعني حتى عندنا علاقات سفرية مع أهل المسلم في الهضبة وكان فيها جولات وكان في قاعدة مسلم عادية جدا، ما فيش أن تقدم ميليشيات العدو غير انتصارات وهمية لا تقل بشكل بها قدام الدول المجرمة الداعمة لي أني عندي تقدمات على الأرض. نعم. هل لاحظتم أي زيادة في التحشيدات هذه الأيام في مناطق معينة؟ وهل اختلفت الاستراتيجية التي يتعامل بها حفتر مع الجبهات في جنوب العاصمة؟ والله المجرم حفتر وميليشياته اللي يستخدموا فيه حاليا وبكثرة هو الهاون والمدفعية، وحقيقة يصروا أنه هم يضربوا بها المواطنين الأبرياء وعلى أحياء السكنية لا أكثر ولا أقل، يحاولوا بقدر المستطاع أنه هم زي ما تقول يرموا على الهضبة ويرموا على البوسليم ويرموا على المناطق هذه باش تفرغ من السكان باش يقولوا هم هاي الناس زي ما تقول يزيدوا من 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 مشكلة في العاصمة هي اللي يجي فيها تشرد الناس وطلق المدنيين مقابل انهم هم اطلبوا عليه حكومه الوفاق، ولكن بفضل الله عز وجل الناس كلها واعيه وعارفه ان هذا المجرم اللي شيء في قدامنا انهم مجرمين وانهم جايين لبناء دوله ولا شيء جايين لعسكر في الدوله، والمواطنين غالبيه المواطنين جل المواطنين يقولوا 90% انهم هم ضد عسكر في الدوله وفاهمين الوضع 100%. ماذا عن سلاح الجو التابع للجيش الليبي؟ هل قام باي عمليات جويه هذه الايام؟
لا انا بالنسبه للسلاح الجوي ما فيش اي لا من العدو ولا من التفجيرات حقيقه، ما فيش لا من العدو ولا من طيران الوسط، يعني ما فيش اي تحريك للسلاح الجوي. شكرا جزيلا لك من محور عين زرة يوسف لميل. أكد أمير غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال أن محاور القتال الغربية سرت شهدت الجمعة هدوءا نسبيا. وأضاف بيت المال في تصريح للأحرار أن قوات الوفاق ما تزال تحافظ على جميع تمركزاتها، مشيرا إلى عدم وجود أي محاولات تقدم من قبل قوات حفتر نحو تمركزاتهم. في سياق الصلة، قال أمير القطاع الأوسط لحرس السواحل رضا عيسى إن أعلان حفتر منع السفن من الدخول إلى مينائي مصراتة والخمس لا يعنينا، وهما يعملان بصورة طبيعية. وأوضح رضا عيسى في تصريح خاص للأحرار أن حكومة الوفاق هي الجهة الشرعية الوحيدة المخولة باتخاذ مثل هذه القرارات وفق قوله. ويأتي ذلك ردا على طلب حفتر من مصلحة الموانئ والنقل البحري التابعه له بالإعلان عن منع السفن من الإبحار إلى مينائي مصراتة والخمس، وهو إجراء لا يعتد به كون مصلحة النقل التابعة له غير معترف بها دوليا. خرج عصر الجمعة ألاف المواطنين في طرابلس ومصراتة وغريان والزاوية تنديدا بتكثيف مسلحي حفتر قصفهم العشوائي على الأحياء السكنية واستمرار عدوانهم. ورفع المواطنون في ميادين طرابلس ومصراتة وغريان والزاوية شعارات داعمة لعملية بركان الغضب في صدها لعدوان حفتر، ولافتات تضامنت مع ضحايا مجازر الكلية العسكرية بالهضبة وعلى الأحياء السكنية التي راح ضحيتها مدنيون. كذلك طالبت شعارات المواطنين بوقف الدعم الخارجي لحفتر، وذكرت أخرى بالدور البطولي لعملية البنيان المصوص في سرت. جيب المصرية، جيب الروسية. وقلتها لكم من بداية الكرامة لما يقول جاي لجيش وشرطة، نقول لهم والله ما جاي لجيش وشرطة. يعرفوا من أول يوم من طلع معاه اللي كانوا مؤامرة حفتر واللي معاه إن شاء الله فاشلة بإذن الله. قلت لهم نخبر في ثورة فبراير الكلمات هيكي قلت لها. أكد المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة توجيهه رسالتين إلى مجلسي النواب والدولة لعقد حوار قبل نهاية الشهر الجاري. وأضاف سلامة في تصريحات له الجمعة من داخل مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسل أن الحل يجب أن يكون عبر الليبيين لا عن طريق جهات أجنبية، مشددا على ضرورة التزام كافة الدول بحظر السلاح المفروض على ليبيا وتأييده لكل المبادرات التي من شأنها إيقاف القتال والعودة إلى المسار السياسي. نحن نسعى لوقف إطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات السياسية، ولقد قمت اليوم بدعوة كلا المجلسين، مجلس النواب ومجلس الدولة في طرابلس ومجلس النواب في طبرق، للبدء بالحوار السياسي قبل نهاية هذا الشهر. هذا وأكد مصدر أوروبي أن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيف بوريل قد دعا كلا من المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ دعاهما إلى المشاركة في اجتماع وزراء خارجية أوروبا الاستثنائي
الذي يعقد اليوم الجمعة. المصدر أشار في تصريحات وكالة هاك الإيطالية إلى أن حضور الضيفين يكتسب أهمية خاصة نظرا لدقة المواضيع التي ستتم مناقشتها عن الوضع في ليبيا والتوتر الحاصل. يأتي ذلك في الوقت الذي يكثف فيه المسؤولون الأوروبيون تحركاتهم الدولية بين كافة الأطراف لحل الأزمة الليبية والوصول إلى وقف لإطلاق النار والتوجه نحو حل سياسي. أعلن الناطق باسم حفتر أحمد المسماري مساء الخميس ترحيبه بما سماها مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار عملياتهم العسكرية في طرابلس. جاء تراجع المسماري وتناقض معسكر حفتر عقب بيان صدر باسم قيادتهم عبروا فيه عن رفضهم مبادرة الرئيسين التركي والروسي لوقف إطلاق النار بدءا من الأحد القادم. لغة العسكر واحدة واللاوعي للمستبدين متجانس حد التطابق لا تقاطع فيه إن تحدثوا عن السياسة، والدبلوماسية عنهم أبعد ما تكون وإن نزعوا البزة العسكرية. مبادرة مشتركة مذيلة باسمي الرئيسين الروسي والتركي، هكذا تناولها كل إعلام الدنيا. نص بيانها خطة باسطنبول وهي مدينة تركية، وصور من خرج ليفصح عنها بادية وواضحة تجمع ممثلي أنقرة وموسكو، إلا أن حفتر تجاهل اسم تركيا واعتمد قصدا لفظة الاتحاد الروسي وبوتين، وفي ذلك دلالة وإشارة لعل مفتاح اللغز فيها هو فاغنر وتلك شركة روسية تدعم حفتر وتسانده، ولا قبل لمسلحيه ومستشاريه برفض ما يخرج عنهم أو حتى مناقشته. موافقة ورفض، ولك أن تختار ما يناسبك، وتلك ليست من الرفاهية في شيء. فالحديث هنا عن وقف إطلاق النار وتجنيب العاصمة ويلات الحرب والحد من عداد الموت الذي تحصده آلة حفتر. فكان بيان ناطقه ترحيبا بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرامية إلى إحلال السلام، ونقيض ذلك الاستمرار في العمليات العسكرية ضد أهل طرابلس. النائب الأول لعقيلة صالح فوزي نويري أعرب عن أنه مع كل مبادرة تعمل على حقن دماء الليبيين مرحبا بالمبادرة الروسية التركية، وداعيا جميع الأطراف الليبية إلى استغلالها واستثمارها بغية الوصول إلى خارطة طريق سياسية لإنهاء حالة الانسداد السياسي. أقل من 48 ساعة وتدخل المطالبة حيز التنفيذ، فأي الموقفين سيتخذ حفتر؟ في سياق متصل، عرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن شكره لحكومة الوفاق لترحيبها بالبيان المشترك للرئيسين التركي والروسي المتعلق بالدعوة إلى وقف إطلاق النار في ليبيا. بوغدانوف أبدى خلال مكالمة هاتفية مع وزير خارجية محمد سيالا الخميس رغبته في أن يستجيب خليفة حفتر لهذه الدعوة. هذا وكان المجلس الرئاسي قد أصدر بيانا رحب فيه بالدعوة التركية الروسية لوقف إطلاق النار ابتداء من الأحد القادم بما يتماشى وينطبق مع اتفاق إسخيرات. هذا وبحث وزير الخارجية محمد الطاهر سيالا مع نائبة رئيس البعثة الأممية ستيفاني ويليامز بحث الدعوة التركية الروسية الأخيرة إلى وقف إطلاق النار وسبل دعم ذلك من قبل البعثة. كما ناقش سيالا في اجتماعه مع ويليامز بمقر الوزارة بطرابلس العمل على تشجيع وإنجاح مؤتمر برلين وفق ما نص عليه اتفاق إسخيرات. من جهتها رحبت المسؤولة الأممية بكل دعوات وقف إطلاق النار والعودة إلى العمل السياسي. ينضم إلينا عبر أقمار الإصطناعية من وسط المحلل السياسي فرج دردور، أهلا بك معنا في هذه النشرة. بحسب المسماري سيد دردور، فإن حفتر يرحب بالمبادرة الروسية حصرا ولكنه يأمر باستمرار العمليات العسكرية، كيف يمكن الفهم في هذا التناقض؟ مساء الخير لكم وللمشاهدين الكرام. طبعا هم بالتأكيد أنهم يعني عجزوا عن تنفيذ أو تحقيق أي هدف من أهدافهم التي أعلنوا عنها، وساعات الصفر أيضا التي حددوها،
وبالتالي هو أراد من جهة أن يوجه رسالة إلى المجتمع الدولي بأنه موافق، ورسالة أخرى للداخل لأنصاره حتى لا يصابوا بالإحباط الشديد بأنهم مستمرون في القتال. وما يقوم به حقيقة الليلة الماضية واليومين الماضيين من قصف عشوائي وازدياد يعني حالة الدموية لديهم وارتفاع هرمون الجريمة، ولاحظنا حقيقة حالة البؤس والتشنج حتى على إعلاميهم والناطقين بأسماء الميليشياتهم، حالة تدل على أنهم فعلا فقدوا الأمل وأنهم يريدون يعني تنفيذ بعض الجرائم ليقولوا نحن أقوياء ونحن نعمل هنا وهناك في طرابلس. وكلها طبعا لاحظنا يعني قتل للعائلات وتدمير للممتلكات العامة والخاصة، هذا ما يقوموا به. هذا طبعا يدل دلالة قطعية على أنهم فقدوا الأمل وأن هزيمتهم فعلا التي بدأت يوم 4/4 الآن صارت تتأكد وتترسخ، وأنهم فقدوا الأمل أيضا حتى من الدعم السياسي التي كانت توفره لهم بعض الدول المارقة. مصر الآن يعني يقال أنها لربما تتجه إلى تركيا أو لروسيا للتفاوض في الشان الليبي. الأصوات صارت كلها تقريبا ترتفع إلى الحل السياسي. السيد لودغيا يعبر عن قلقه وتغيرت لهجته بعد أن تصاعد الضغط الشعبي ويعني تهجم الصحف الفرنسية على الحكومة، صار يعني تندتر أو المواقف الفرنسية صارت تندتر مع المواقف الأوروبية الأخرى، وهذا طبعا أكبر دليل على أنهم فعلا فقدوا الأمل. طيب إذن هل في طرف ذلك هل سيتجه حفتر للقبول بهذه الدعوة التركية الروسية لوقف إطلاق النار في 12 من هذا الشهر، أم أنه سيصعد الموقف ربما حتى مع الدعم الإقليمي؟ هو طبعا سيقبلها مرغما لا, لا, لا شك في ذلك، ولكنه سوف يقوم باختراقات ضرب هنا وهناك وأضرار مادية، وسوف يلحقها مثل عادته يعني خرق لإيقاف إطلاق النار وسينسبه هنا هناك. أنا متأكد أنه سيقبل خوفا، ونحن لدينا تجربة حقيقة. هو عندما جهز للقرضبية 2 في سرت و اتصل به موظف الخارجية الأمريكية وأمره بالتراجع، تراجع. عندما حاول أن ينقل مؤسسة الوطنية للنفط إلى بنغازي وتم اتصال بأحد الموظفين أيضا خاف وارتعش، وبالتالي يعني حالة الجبن تقريبا واضحة عليه. وخصوصا إذا قامت أي دولة، أنا متأكد من هذا، إذا قامت أي دولة بأنها سوف تهدد الرجمة، أنا أعتقد أنه سوف يرمي كل شيء موجود في أيديه وينبطحن بطحن كامل. هؤلاء حقيقة جبناء ليس لهم قوة يستعرضونها إلا على الضعفاء. منذ 9 أشهر لم يصيبوا إلا بيوت الآمنين، لم يقتلوا إلا أطفال، لم يدمروا إلا المنازل والمطارات والطائرات، وهذه حقيقة أعمال إجرامية، هذه ليست أعمال بطولية أو أعمال شجاعة. عندما تقوم بالقذف بالصواريخ يعني طويلة المدى من بعيد وتصيب بها مقر مدنية. طيب في كل ذلك سيد هردور، هل هناك برأيك ملامح لتسوية سياسية بعد مبادرة بوتين وأردوغان وفي ظل التوازن الإقليمي الذي فرضه دخول تركيا للملف الليبي؟ لا نحن بعيدين جدا حقيقة عن أي تسوية سياسية. التسوية السياسية تحتاج إلى وقت طويل. أولا الفكر حقيقة هؤلاء الذين يهجمون البدو الذين يهجموا على طرابلس ويقتلون ومعهم أيضا الهاربين من أنصار النظام السابق، هؤلاء حقيقة لم تتبلور عندهم في أي يوم في حياتهم شيء من السياسة أو يعني ثقافة الاختلاف، وبالتالي أنت تحتاج حقيقة لظهر لو أخذت معهم بالأمر الطبيعي بأن تتفاهم معهم إلى والسياسي. هؤلاء بعضهم عبيد لا يمكن أن يؤمن إلا برمز ولا يمكن يعني يقبل إلا بالجلد، وبالتالي نحن نحتاج حقيقة إلى عمل يعني جبار وجهد كبير، أولا لترويض بعض الناس، ثم لإعادة تربيتهم، ثم لدمجهم في المجتمع من جديد حتى يكونوا مواطنين صالحين. من هنا يمكن أن ننطلق في عمل سياسي يخدم البلاد. أما بهذا الشكل حقيقة
وهذه الهمجية لا يمكن أن تقيم دولة بهذه العقلية التي ما زالت حقيقة تحتكم إلى منطق العصر أو العصر الجاهلي، حرب البسوس وغيرها من هذه العصور. نحن لاحظنا إعلامهم، طريقتهم، حديثهم، يعني تعاملهم السياسي، هذا حقيقة لا يمكن. أنا لا أعتقد بأن الوضع السياسي سوف يكون في المتناول القريب، نحتاج إلى عمل جبار. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي فرج دردور. سياسيا أيضا، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه حاول خلال اجتماعه الأخير بحفتر إقناعه بالتراجع عن مبادرته العسكرية وتبني طريق التفاوض الذي يفيد في توجيه ليبيا نحو صلح دائم. كونتي أضاف في لقاء مع صحيفة الفوليو ونشرت وكالة آكي أن بلاده انحازت منذ البداية إلى مصالح الشعب الليبي، وأيدت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وحافظت في الوقت ذاته على نهج شامل يشجع الحوار مع جميع الجهات الفاعلة الليبية. كما نفى كونتي عدم تناسق سياسة حكومته بشأن الأزمة الليبية عقب الجدل القائم نتيجة تراجع السراج عن زيارة العاصمة الإيطالية الأربعاء بسبب وجود حفتر هناك. من جانبه، دعا عضو مجلس الشيوخ الإيطالي فرديناندو كازيني حكومة بلاده إلى تعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عوضا عن مبعوث يمثل روما فقط. هذا ورشح كازيني بحسب وكالة أكل الإيطالية وزير الداخلية الأسبق ماركو مينيتي لتولي هذا المنصب، مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية قد فشلت في التعامل مع الأزمة الليبية. وأكد كازيني أن إدارة الاجتماعات مع الممثلين الليبيين من قبل حكومة بلاده قد تمت بشكل غير صحيح، معتبرا أن ليس لروسيا وتركيا أي مصلحة في تفجير الصراع في ليبيا وفق قوله. هذا ولم يكن لإيطاليا منذ الإطاحة بنظام القذافي في 2011 موقف حاسم من الأزمات التي مرت بها ليبيا، خصوصا عقب صعود ظاهرة حفتر على الساحة منذ 2014. ورغم إعلانها المتكرر اعترافها بشرعية حكومة الوفاق ودعمها لها، إلا أنها لم تحسم أي من مواقفها تجاه الأطراف الليبية، وظلت متأرجحة بين أزماتها السياسية الداخلية وصراعاتها الأوروبية حتى ضاع الملف الليبي من بين يديها أو يكاد. على مدار السنوات الأخيرة وخاصة خلال الأشهر التسعة الماضية التي تشهد فيها العاصمة طرابلس حربا طاحنة، لم يرى الليبيون من المجتمع الدولي موقفا واحدا له لون ورائحة واضحين، وظلت سياسة المواقف الرمادية تسم أغلب التصريحات الدولية، وإن لم تخفي بعض الدول العربية مساندتها الصريحة لحفتر منذ إنباته في أرض بنغازي، مضافا إليها فرنسا وروسيا بنسبة أقل، فإن إيطاليا أكثر البلدان مصلحة باعتبار التاريخ والجغرافيا في ليبيا. بقيت مواقفها مما يحدث في الساحة الليبية تتأرجح بين المشرق والمغرب، وتتنازعها سياسات داخلية متغيرة وصراعات معلنة وخفية مع أجوارها الأوروبيين. ولئن بدا الإيطاليون أكثر انحيازا إلى حكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج، فإن تواصلهم مع غريمه خليفة حفتر لم ينقطع في ازدواجية وصفها سياسيون محليون بالفاشلة. فعلى خلفية رفض السراج لقاء رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في مقر الحكومة بروما بعد استدعائه حفتر دون إعلامه، قالت رئيسة كتلة حزب فورتيسا إيطاليا بمجلس الشيوخ أن ماريا برنيني إن ما حدث يعد صفعة وفشلا نهائيا للحكومة الإيطالية في الملف الليبي، واصفة ذلك بالفوضى الدبلوماسية غير المسبوقة وساسة بلادها بالهوى. صوت آخر من داخل إيطاليا وهو عضو مجلس الشيوخ فرديناندو كازيني قال إن حكومة بلاده قد فشلت في التعامل مع الأزمة الليبية، مؤكدا أن إدارة الاجتماعات مع الممثلين الليبيين قد تمت بشكل غير صحيح. ورغم تنزل انتقادات الفاعلين السياسيين في إيطاليا في إطار المناكفات السياسية الداخلية، فإن تردد الموقف الإيطالي الرسمي وعدم حسمه في الأزمة الليبية لا يحتاج إلى حجج كثيرة، فمنذ الرد على مؤتمر باريس بشبيه باليرمو لم يعرف للبوصلة الإيطالية اتجاه واضح، غير أن دخول تركيا باتفاقيتها التي هزت أقدام المرتزقة الغائرة في وحل ليبيا مع حكومة الوفاق
وضع الجميع وخاصة إيطاليا بين خياري السراج وحفتر، ولم يترك لها إلا الأبيض والأسود. الزلزال التركي ظهر ارتداده بامتناع وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو عن توقيع البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان بالقاهرة الأربعاء الماضي بحجة عدم توازنه وانتصاراً لحكومة الوفاق الوطني وتركيا. الموقف الإيطالي الأخير من بيان القاهرة عده محللون من أوضح المواقف وأكثرها حسماً بعد اتكائه على اللاعب التركي الوافد بقوة على الساحة الليبية، والذي اعتبره دي مايو في لقاء مع صحيفة كوريري دي لا سيرا حليفاً رئيسياً لبلاده، فيما أكد عضو مجلس الشيوخ الإيطالي فرناندو كازيني أن روسيا وتركيا ليس لهما أي مصلحة في تفجير الصراع في ليبيا. وبعد كل هذه المواقف الإيطالية الأخيرة والمتأخرة، يطرح متابعون أسئلة كثيرة عن عنوان مرحلة ما بعد الدخول التركي. هل هو البرء من عمل ألوان الذي أصاب الطليان طوال سنوات، أم أنهم أبصر مرغمين من الثقب التركي في منطقة شرق المتوسط؟ ونبقى مع الملف السياسي، حيث قال رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي إن ما تعيشه ليبيا من أحداث يعمق معاناة الشعب الليبي ويهدد الأمن والاستقرار في كامل المنطقة. الجملي شدد خلال جلسة عامة للبرلمان التونسي الجمعة لنيل الثقة على أن رئاسة بلاده منذ مطلع العام الجاري لمجلس الأمن الدولي سيعزز دورها في إيجاد حل للأزمة الليبية. وأضاف رئيس الحكومة المكلف أنهم سيسعون ليكونوا قوة اقتراح إيجابية من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز أزمتهم الراهنة بعيدا عن كل تدخل أجنبي على حد تعبيره. فإن تونس تجدد التزامها بمواصلة بذل كل الجهود مع مختلف الأطراف الدولية من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز أزمتهم الراهنة بعيداً عن كل تدخل أجنبي، وذلك من خلال تغليب منطق الحكمة وتوخي سبيل الحوار والتوافق ووضع المصلحة العليا لبلادهم فوق كل اعتبار، بما يمكن من تحقيق التسوية السياسية الشاملة في إطار ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة مع الحفاظ على سيادة واستقلال الأراضي الليبية. وحول الاجتماع الأوروبي الاستثنائي ببروكسل ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من لندن المحلل السياسي عبد الله الكبير. سيد الكبير، فتح الملف الليبي في اجتماع طارئ لوزراء خارجية أوروبا بحضور سلامة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ما أهميته وإلى ماذا يشير بدءا؟ سيد الكبير، هل أنت في الاستماع؟ يبدو بأننا نواجه خلل فني مع سيد الكبير، صوته وليس بواضح. هل تستمع لي الآن بشكل جيد؟ المحلل السياسي عبد الله الكبير، يبدو بأن الخلل الفني لا مازال متواصل، قد نعود إليه في سياق هذه النشرة. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد انقطاع السيولة لنحو 6 أشهر، أهالي بلد أتغات يشكون أوضاعهم ونقص احتياجاتهم اليومية.
تتباين الآراء وتختلف التصورات، تتشعب المسارات وتتراكم المعلومات، تتوالى الأنباء والأحداث، وكلما تزاحمت الأخبار ازدادت تعقيدات الواقع، وأصبح توقع سيناريوهات المستقبل أكثر صعوبة، وصار البحث عن إجابات لما هو قادم هاجساً يحرك الجميع. استراتيجيا يبحث في تطور الأحداث وأعقد تحولاتها، ويقارن مجريات ما نمر به بتجارب تاريخية سابقة، ويسأل أصحاب الاختصاص عن مآلات قضايانا ليرسم أمامكم مسارات لمستقبل وطن. استراتيجيا تشاهدونه في الأوقات التالية. عبد الباسط مروان ينفي سيطرة مسلحي حفتر على الهضبة وبوسليم، والمدفعية تستهدف تمركزاتهم جنوبية طرابلس. آلاف المتظاهرين بطرابلس ومصراتة وغريان والزاوية يدعمون قوات بركان الغضب ويناددون بجرائم مسلحي حفتر. سلامة يدعو النواب والدولة لعقد حوار قبل نهاية الشهر الجاري، وموسكو تثمن ترحيب الرئاسي بوقف إطلاق النار. وبالعودة إلى التطورات السياسية وتحديدا حال الاجتماع الأوروبي الاستثنائي ببروكسل، يعود لينضم إلينا الكاتب والصحفي سيد عبدالله الكبير. سيد الكبير، هل أنت في الاستماع لي الآن؟ نعم، أستمع إليك بوضوح. تحية طيبة لك ولكل السادة المشاهدين. أهلا بك سيدي الفاضل. كنت قد سألتك عن فتح الملف الليبي في هذا الاجتماع الطارئ ببروكسل بحضور وزراء خارجية أوروبا، يوجد سلامة والأمين العام لحلف شمال الأطلسي حول الملف الليبي، ما أهمية فتح هذا الملف هناك؟ أهميته بالنسبة لأوروبا، لوزراء خارجية الدول الأوروبية، محاولة أوروبية للعودة للملف الليبي. يروا أن الأزمة الليبية الآن دخل إليها لاعبان رئيسيان وأصبح دور أوروبا هامشي، المقصود طبعا روسيا وتركيا. هذا الوضع لا يرضي أوروبا، ومن ثم هذا الاجتماع مخصص للأوضاع الليبية، لأن هناك تطورات مقبلة لعل أبرزها هو اتفاق روسيا وتركيا على وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية. حضور السيد غسان سلامة هو لإطلاعهم عن مجمل تحركاته الأخيرة وعرض خطته التي قال أنها تتضمن ثلاثة محاور: محور اقتصادي وقد بدأت الاجتماعات فيه في تونس، ومحور أمني وعسكري لم يتحرك حتى الآن لأن حالة الحرب ما تزال قائمة، ومحور سياسي، ولعله هو الذي يقصد به بداية أو عودة الحوار بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان. حضور أمين عام حلف الأطلسي هو لوضع وزراء خارجية دول أوروبا في المشهد العسكري إذا ما تطورت الأوضاع والصراع كما تخشى ألبانيا إلى صراع دولي إقليمي بالوكالة، أو أن يكون لحلف الأطلسي دور فيما إذا فرض المجتمع الدولي عن طريق مجلس الأمن وقف لإطلاق النار وكلف حلف الأطلسي بفرضه عن طريق. طيب، رغبة أوروبا في أن تلعب دور موازي لما للدور التركي والدور الروسي في الملف الليبي، هل هي ممكنة في ظل عدم التوافق أصلا داخل أوروبا؟ لا أعتقد أنها ما تزال ممكنة، لأن الخلافات الإيطالية الفرنسية ما تزال تلقي بظلالها على التحرك الأوروبي الشامل، لكن حضور كل وزراء خارجية دول أوروبا اليوم والرغبة الإيطالية في أن يكون صوت أوروبا موحدا تجاه الأزمة الليبية ربما تدفع بقية الدول إلى الضغط على فرنسا، خاصة وأن آخر التصريحات الفرنسية تشير إلى رغبتهم في القبول بالعملية السياسية بعد فشل الخيار العسكري، وتلميحهم إلى عودة الحوار بين الليبيين وإطلاق حوار ليبي. وحول ذلك أريد أن أسأل، الحوار الليبي، هل تعتقد بأن أولا فرنسا دفعت به في هذا الاجتماع هناك ببروكسل، وهل هو متماشي مع موقفها من الأزمة الليبية برأيك أيضا؟
لا أعتقد أنها دفعت به في بروكسل، إنما الدفع بالحوار الليبي ربما يكون قد أتى عن طريق غسان سلامة وهو يعرض خطته، لأنه يريد، وأعتقد أنه قال هذا للأوروبيين، أنه بالتوازي مع مؤتمر برلين المخصص للدول المنخرطة في النزاع الليبي يريد أن يعقد حوارا ليبيا آخر بالتوازي مع مؤتمر برلين أو بعده مباشرة، لكي يكون هناك تنسيق وانسجام في الحل بين الرؤية الدولية والرؤية الليبية. ولكن يجب أن نخشى أن فرنسا ربما تقصد بالعودة للحوار والحوار الليبي هو عودة الحوار بين السراج وحفتر، أي العودة إلى المربع الأول. وهل هذا ممكن الآن في ظل المعطيات؟ وهل أوروبا يعني مدركة أن ذلك ممكن؟ لا أعرف إن كانت مدركة أنه ممكن أم لا، ولكن خلال الأيام القليلة الماضية أو عندما كان الوزراء بعض الدول الأوروبية يرغبون في زيارة طرابلس، كان من ضمن الخطة التي يحملونها أنهم سيتدخلون بقوة لوقف الحرب والعودة للحوار، ولكن حفتر سيكون على طاولة الحوار، وربما هذا الذي دفع حكومة الوفاق إلى إلغاء هذه الزيارة. الآن وقد تحركت روسيا وتركيا بفعالية وأصدروا بيان يطالبان فيه بوقف إطلاق النار، ربما تتعدل خطة الاتحاد الأوروبي قليلا، لكن في النهاية أوروبا منزعجة من الاقتراب الروسي والتركي من الأزمة الليبية وتريد أن تستعيد دورها. أدواتها وأوراقها ما تزال محدودة، ربما الآن هي تستعين أو ربما ستحرك حلف الأطلسي إذا ما كانت هناك دعوة أو وجوب لإجراءات عسكرية، وأيضا لديها مجلس الأمن، ويبقى الأمر متوقف على مؤتمر برلين. طيب، ولأنك ذكرت مؤتمر برلين، الرسالتان اللتان وصلتا للدولة ومجلسي النواب وفق سلامة لعقد حوار قبل نهاية الشهر، هل هي لها علاقة حتمية بمؤتمر برلين وللجلوس على طاولة واحدة، أم هناك أمور أخرى؟ لها علاقة بمؤتمر برلين، لأن غسان سلامة هو وفقا لخطته ووفقا لعدة تصريحات صدرت عنه يريد أن يكون هناك حوار ليبي بالتوازي مع مؤتمر برلين أو بعد مؤتمر برلين مباشرة، ولن يكون في برلين. أنا أعتقد أن المكان المرشح له هو جنيف. هذا الحوار الليبي والذي دعا فيه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاستعداد للحوار يأتي ضمن المحور السياسي في خطته الثلاثية، واليوم قد حمل هذا الملف ملف هذه الخطة ليحاول أن يحشد دعم أوروبي له، لكن لن يكون هناك اجتماع شامل بين الأطراف الليبية والأطراف الدولية في مؤتمر برلين، هما مؤتمران كلاهما منفصل عن الآخر ومرتبط به في نفس الوقت. واضح جدا. أشكرك الكاتب والصحفي سيد عبدالله الكبير، حدثنا عبر خدمة سكايب من لندن. أفاد رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة واعتماد الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية بمراقبة تعليم طرابلس بأن الملاك الوظيفي في طور اعتماده من المراقب، مؤكدا أنه سيحال إلى إدارة الاحتياط العام بالوزارة السبت القادم وفقا لموعد التمديد الأخير. وأوضح رئيس اللجنة خلال اجتماعه مع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة أن كافة المدارس ورياض الأطفال قامت بتسليم ملاكها الوظيفي إلكترونيا وورقيا للجنة. من جهته قال جمعة أن التأخير الحاصل في التنفيذ جاء بسبب العدد الكبير من المؤسسات التعليمية الذي تضمه هذه المراقبة. أعلن المجلس البلدي بنوليد استمرار الأعمال لاستكمال خزان الصرف الصحي بالبلدية. وأوضح المجلس البلدي أن العمل مستمر في صيانة مسجد عبد النبي بالخير وسط مدينة بنوليد بعد الانتهاء من صيانة المبنى، حيث تم البدء في بناء خزان صرف صحي وبمواصفات تناسب حجم استهلاك المياه ليتم القضاء على ظاهرة تسرب مياه الصرف الصحي على الطريق العام.
تستمر أزمة نقص السيولة النقدية بالمصارف العاملة ببلدية غات بدخولها شهرها السادس، الأمر الذي انعكس على كافة مناحي الحياة بالمدينة. يأتي ذلك فيما بات أغلب المواطنين هنا يعتمدون على التحويلات المصرفية للحصول على احتياجاتهم اليومية اعتمادا على المرتبات التي غالبا ما تتأخر لشهرين أو ثلاثة. أزمة نقص السيولة النقدية بالمصارف العاملة ببلدية غات تدخل شهرها السادس، الأمر الذي انعكس على كافة مناحي الحياة، حيث بات أغلب المواطنين هنا يعتمدون على التحويلات المصرفية للحصول على احتياجاتهم اليومية اعتمادا على المرتبات التي غالبا ما تتأخر لشهرين أو ثلاثة. يعاني من نقص السيولة والحياة ماشية بالنداء، ما كيف ما تشوفوا حضرتكم الآن المواطنين كانوا في مرتبات يلقى شن ياكل، ما فيش مرتبات، ما عندها شن يودع اصلا لصاحب المحل، والسيولة حالها من عيد الأضحى سيولة، ما ريناش سيولة في بلدية غات. الأزمة أثرت على الحركة الاقتصادية بالمدينة، فالمبيعات انخفضت بالمحلات التجارية بشكل كبير، واكتفى الزبائن بشراء السلع الأساسية فقط، بالرغم من توفير طرق دفع بديلة مثل التحويل المصرفي والبطاقات الإلكترونية المحلية. من ناحية المبيعات طبعا أثرت اللي هو قلة السيولة يعني وعدم حضورها، إلى حتى نوع من ضعف في عملية التسويق، وأثرت بشكل كبير. ورغم أنه كان عندنا مجالات أخرى فتحناها اللي هو تحويل يعني بالسكوب، كذلك كان عندنا البطاقات الائتمانية، هذه كانت توفر شوية حتى في المبيعات لدى الزبون، ولكن حتى هي أصبحت في الفترة الأخيرة يعني عندنا ممكن قرابة شهر وشوية كان المبيعات تعتبر يعني تحت المتوسط، وفي أغلب السلع اللي موجودة يعني حتى الصلاحية النهاية انتهى موجودة يعني قاربة على الانتهاء، وهذا كله أثر يعني من سبب من بعد أو قلة السيولة وبعد المسافة، وأثر بشكل كبير على ناحية التسوق والمبيعات في المحل وفي أغلب المحلات الموجودة في مدينتنا مدينة غات يعني. الأهالي هنا يناشدون الدولة لوضع حلول من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية وعودة النشاط التجاري من جديد إلى بلدية غات. افتتحت مديرية طرابلس الأيام الماضية مستوصفا يقدم خدماته لشريحة الأمنيين وأفراد الشرطة. هذا وتأمل المديرية أن يكون المستوصف مفعلا بصورة أفضل بعد توفير كافة الإمكانيات اللازمة. نتابع. أفراد الأمن والشرطة المنتشرة في الشوارع والطرقات يحتاجون إلى رعاية صحية شاملة، ومن هذا المنطلق جهزت مديرية أمن طرابلس مستوصفا جديدا يقدم خدماته لشريحة الشرطة، سعيا منها لتهيئة ظروف العمل لكل المنتسبين. الهدف من المستوصف هو تقديم خدمات طبية والرقي بمستوى الخدمة الطبية لأعضاء هيئة الشرطة بالكامل، والهدف اللي وصلنا له حاليا ان شاء الله في التطور الجديد انه يكون وصلنا انه يكون مجمع للعيادات بالكامل. وصلنا ان احنا نديروا عياده باطنه، نساء ولاده، جراحه عامه، اسنان، جلديه، وعظام. الهدف الاسمى ان شاء الله ان احنا يكون مصحة إيوائية ان شاء الله، ان نكون إيواء لأعضاء هيئة الشرطة. رصدت الوزارة المبالغ المطلوبة لعملية تطوير هذا المرفق، وتمت الأعمال المساحية ليكون مهيئا مستقبلا بصورة فعالة، وحتى في هذه الظروف يلقى المستوصف إشادة من العناصر الأمنية. بالنسبة للمبنى وما شاء الله تريش مقشرة وتخدم المبنى تقعد تحت صيانة ويخدمه، واني جاي بندير الإجرام متاعي عادي إصابة وبناخذ ختم متاعي باش ناخذ راحتي الطبية. أمور طيبة إن شاء الله ومعنويات الرجال ما شاء الله وخدمة فيه ومش مقصرين بكر. يعتبر مستوصف الشرطة نواة لفكرة التأمين الطبي للعناصر الأمنية، وهو ما تسعى إليه الوزارة في المستقبل القريب. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية نشرتنا. عناوينها:
عبد الباسط مروان ينفي سيطرة مسلحي حفتر على الهضبة وبوسليم، والمدفعية تستهدف تمركزاتهم جنوبية طرابلس. آلاف المتظاهرين بطرابلس ومصراتة وغريان والزاوية يدعمون قوات بركان الغضب ويندّدون بجرائم مسلحي حفتر. وسلامة يدعو النواب والدولة لعقد حوار قبل نهاية الشهر الجاري، وموسكو تثمن ترحيب الرئاسي بوقف إطلاق النار. مزيد من التفاصيل تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت ليبيا الأحرار دوت تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم وإلى اللقاء. إلى اللقاء.